عقدت اللجنة التحضيرية بانتقال حضرموت اجتماعا لمناقشة آخر التحضيرات والتنسيق لتغطية فعالية الخلاص التي تأتي احتفالا بالذكرى 59 لثورة 14 من أكتوبر والمقرر إقامتها بمدينة سيئون يوم الجمعة. وأكد الاجتماع الذي ضم عددا من ممثلي القنوات التلفازية وإعلاميين وممثلي بعض المكونات السياسية بحضرموت إلى تسخير كل الإمكانات الممكنة لتغطية الحدث ورصد كل الانتهاكات التي قد تمارسها قوات المنطقة الأولى خلال زحف الوفود ومنعهم من الوصول إلى موقع الفعالية. وفي الاجتماع أكد نائب رئيس انتقال حضرموت أهمية الفعالية التي ستساهم في إيصال رسالة واضحة إلى مجلس القيادة الرئاسي والأشقاء في التحالف العربي بأن أبناء حضرموت يجددون مطالبهم برحيل قوات المنطقة الأولى ورفضهم لكل المشاريع التي يتحايل بها حزب الإصلاح. ومن هنا وعبر هذه القنوات ندعو أبناء حضرموت إلى المشاركة الفاعلة والحشد الجماهيري في الحضور، وذلك بالحضور في المليونية التي ستقام في مدينة سيئون. هذا وفاء دماء الشهداء، وأيضا للتأكيد تأكيد مطالب أبناء حضرموت بخروج قوات المنطقة العسكرية الأولى وإحلال النخبة الحضرمية مكانها. فنحن ننعق بصوت واحد بإخراج ورحيل هذا القوات المنطقة العسكرية الأولى من وادي حضرموت. الشيء الثاني، نوجه كحقوق إنسان في الهيئة التنفيذية القيادة المحلية لمجلس انتقال الجنوبي جميع الناشطين الحقوقيين ومدراء الإدارات في جميع حضرموت ساحل وادي، عليهم في داعية أي واقعة تحصل لا قدر الله، يعني بأن هذه المنطقة العسكرية متوحشة دائما، يعني تجمع الناس وتجمع المتظاهرين ولا تحترم القوانين والمواثيق الدولية.